الموقف الأخباري من قناة نيل الأزرق، حياكم الله. التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك بمكتبها بالقصر الجمهوري وفد الاتحاد القومي لنساء السودان، حيث ناقش اللقاء رؤية المرأة السودانية حول المبادرة الأممية التي تقودها بعثة يونيتامس بالسودان. وقالت رئيسة الاتحاد إخلاص صلاح وداعة في تصريح صحفي، قالت إن اللقاء ناقش عددا من المشروعات أبرزها تكريم 100 أم سودانية تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم في مارس المقبل، وأضافت أن اللقاء تطرق لقضايا تدريب وتأهيل المرأة السودانية. أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة المالية الدكتور أحمد الشريف اعتماد موازنة العام 2022 على الموارد الذاتية، وهي تسير على منهج سياسات البنك الدولي. وأوضح في حديثه لبرنامج حديث الناس بقناة نيل الأزرق أن الدولة تطبق روشتة السودانية بمساعدة من البنك الدولي، وأضاف أن الأوضاع السياسية بالبلاد أثرت على إعداد موازنة العام 2022، وأوضح أن برنامج الثمرات سيعود بعد استقرار الأوضاع السياسية، بالإضافة لبرنامج السلعة ليشمل كل ولايات السودان. أكدت حكومة ولاية الخرطوم اهتمامها المتعاظم بمكافحة جائحة كورونا، ودعا والي ولاية الخرطوم الطيب الشيخ لدى ترأسه الاجتماع الدوري للجنة العليا لمكافحة كورونا بولاية الخرطوم، دعا المؤسسات والمنظمات والأجهزة الإعلامية إلى مزيد من التعاون لمكافحة الجائحة. الوفاة وحالات الإصابة الإيجابية كلها مرتفعة جدا، وده أنا أفتكر دي واحدة من الأشياء اللي تخلينا حقيقة إن احنا نبذل جهدنا لغاية أهلنا من هذه الجائحة، وبنظر الله سبحانه وتعالى إنه العمل ده كلنا حكومة ولاية عبر اللجنة العليا الاتحادية ولجنة الطوارئ الصحية في الولاية وكل مؤسساتنا الصحية، ان احنا حقيقه بنقدم لهم شكر جزيل جدا انه هم بيبذلوا هذا الجهد وبيواجهوا هذا المرض المنتشر يعني، وما زلنا يعني كل العالم يعاني منه. كثير من مؤسساتنا يعني عندها امكانيات تحاول يعني تعمل معنا في هذا المجال من اجل واحد حقيقه نشر الوعي عبر اداره تعزيز الصحه والتعاون معاهم. مؤسساتنا الإعلامية كذلك لا بد من زيادة الجرعة الإعلامية للناس حتى أنه يتلغوا، نرفع نسبة التطعيم في ولايتنا. في هذا الأسبوع في ولاية الخرطوم حقيقة في إطار عملنا في اللجنة العليا لمكافحة طوارئ كورونا، نحن رصدنا عدد من الحالات يوافق 1427 حالة، ودي أقل بالنصف من عدد حالات الأسبوع السابق. صحيح عدد الحالات انخفض، ولكن للأسف نسبة انشغال الأسرة في مراكز العزل وصل ل 92%، ونسبة انشغال الأسرة في العنان المكثفة كذلك ارتفع بصورة عالية. عدد الوفيات بالنسبة للمرضى دخلوا لنا في مراكز العزل للأسف برضو في حالة بتاعت الزيادة، لذلك مؤشر انخفاض عدد الحالات بالنسبة للولاية ما يعد إنه مؤشر عشان نقوم نقلل من جهدنا المتكامل بين نحن كلجنة عليا لطوارئ كورونا ووزارة الصحة وبين المواطنين. التقى المدير العام المكلف لهيئة الموانئ البحرية الدكتور عصام الدين حسبو بمكتبه، التقى بمحافظ مشروع الجزيرة الدكتور عمر محمد مرزوق، حيث استمع المحافظ إلى شرح من المدير العام للموانئ
حول خطط تطوير الموانئ وتطوير وتبسيط إجراءات الصادر والوارد بالتنسيق مع المجلس الاستشاري لتسهيل إجراءات الصادر والوارد وإنجاز مشروع النافذة الواحدة. إلى ذلك أشار محافظ مشروع الجزيرة إلى الجهود الكبيرة لإعادة المشروع لسيرته الأولى. أكملت شركة زادن العالمية إحدى مؤسسات صندوق التأمينات الاجتماعية للقوات المسلحة أكملت تنفيذ أكبر مشروع خدمي بولاية الجزيرة بمدينة ود مدني الميناء البري، والذي يعد أحدث الموانئ البرية في السودان لتميزه بخدمات عديدة، حيث يحتوي على أكبر وأفخم صالات للركاب بجانب مجمعات تجارية وسكنية ذات خدمات فندقية. وتأتي أهمية الميناء البري بود مدني لكونه يمثل رابطا بين عدد من الولايات والمدن الكبيرة. وقع رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني هشام حسن الصوبات وصالح عبد الله رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا مذكرة تفاهم بين الاتحادين، وتهدف المذكرة إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على إنشاء غرفة اقتصادية سودانية ليبية لتنفيذ أهداف التعاون المشترك بين الطرفين. وأكد رئيس اتحاد أصحاب العمل صوبات أهمية العلاقات الاقتصادية بين السودان ودولة ليبيا بما يخدم ويهيئ البيئة الملائمة لتنمية وتعزيز الشراكات والاستفادة من الإمكانيات والموارد والثروات بالبلدين. هذا الحضور هو فرصة بين البلدين لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين في كافة المجالات، والسودان غني بموارده المختلفة في شتى المجالات، وأيضا أخواننا في ليبيا أيضا لديهم موارد ممتازة جيدة، والآن إحنا نطور العلاقات التجارية بين البلدين. هي أصلا كان موجودة فيها علاقات بيناتنا، لكن جينا نعضد هذه العلاقات أن نتكاثف لكي نعمل مع بعضنا في سبيل تحقيق اقتصاد عربي وتحقيق اقتصاد أفريقي من خلال تكاثفنا، تكاثف رجال الأعمال الليبيين وتكاثف جهود ومصالح رجال الأعمال في السودان الشقيقة. ونتمنى أن نتوسع هذا المحفل، أن نلتقي بكثير من الدول العربية الأخرى والأفريقية، أن نتكاثف في السودان ليكون السودان تكون هي منتج الغذاء، لأننا نحن نبحث على الغذاء مستقبلا. بهذا الخبر مشاهدينا ينتهي الموقف الأخباري، أينما كنتم تمنياتي لكم دوام الصحة والعافية، في أمان الله.